في وقت من الأوقات أتتني قضية سب وقذف من صحفي في حق رجل كان بيمثل نائب رئيس اتحاد الكرة المصري. الصحفي شتمه في الجريدة بألفاظ كلها تنم وتشير إليه تحديداً. طيب لما جينا نرفع السب والقذف فتقدمنا للنيابة العامة وقلنا والله الراجل ده موظف عام. قالوا لا ده مش موظف عام، ده منظمة أهلية واتحاد الكرة الأشخاص دي ليست من المعدين من الموظفين العموم. فبحثت لقيت جزئية مهمة قوي، وكان ده سؤالي للسيد رئيس النيابة الذي كان يجري التحقيق. قلت له معليك لو افترضنا أن هذا الرجل أصدر شيك بمبلغ 6-7-8 مليون من اتحاد الكرة وصرفه أخذه لنفسه. قال لي يبقى اختلس. قلت له ثانية واحدة، الاختلاس يقوم على من؟ قال لي على الموظف العام. قلت له ما انت قلت لي انه مش موظف عام. قال لي لا. قلت له يبقى إذن صفة المال تضفي صفة الوظيفة العامة على الشخص إذا كان المال هو مال عام. دي نقطة تبقى في أذهانكم لأنه هتتعرضوا إلى قضايا كده، هيجي لك واحد مش موظف عام لكن بيعمل في مكان المال بتاعه مال عام، بالضبط زي اللي بيشتغل مع القياس ولا أعلم إن كان خاصا أو عاما، عمر أفندي مثلا مش كده؟ الموظف اللي بيشتغل جوه قاعد على الخزنة كاشير بياخد فلوس، لو أخد الفلوس وحطها في جيبه هنا عمل إيه؟ اختلس مش كده؟ هيجي واحد يقول لك يا أستاذ ده موظف مش تبع الدولة ولا المال نفسه إذا كان إحدى شركات المساهمة تساهم في هذا المال فأصبحنا بصدد مال عام تنطبق على الموظف العام فتمنحه الصفة فتقوم عليه كافة الجرائم التي نتحدث عنها.